نبدأ ب ستيت المكرونه بشاميل او البايركس المكرونه بشاميل، ياخد وقته وهنشوف حكايته. اهم حاجه بس يتظبط شويه. لحم مفرومه، قالب بلحم مفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل اسود، فلفل اسود ده مهم جدا جدا. ليه مهم يا شيف؟ اولا لحمه على نار سخنه تشويحها فيه ممكن ريحه مش حلوه، فبالتالي الفلفل الاسود بيمنع الزفاره او الريحه اللي مش لطيفه. طب بحط ملح ليه؟ مش للتبهير، بالعكس الملح بيساعدني يخليها معايا بدل ما تكلكع معايا وانا بقلبها بتفك. والوصفه دي كمان مقدمه لحضراتكم من الحليب بتاع جهينه. هنعمل مكرونه بشاميل باللبن بتاع جهينه، وعندي كمان كيس مكرونه مسلوق عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين، وعندي اللبن، وعندي ربع كيلو لحم مفروم. انا هدلع واحط برده كريمه واشوف الامور، ولكن تعال نقفل ده بس الاول واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه البشاميل اللي عايز اعملها دي عايز العب معاها شويه. تلعب معاها ازاي يا شيف؟ واختصر ايه اللي في دماغك. اللي في دماغي معلقه سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول كده، شوف كده الكلام ده فيه ايه بقى، ركز معايا. معلقه سمنه، وانزل بحته اللحمه المفرومه وابدا اشوح المفروم في قلب حته السمنه. ليه يا غرض؟ اكيد وليه سكه كده هتعجب حضراتكم ان شاء الله. ريحه السمنه برده تدي ريحه طبخ حلو، يعني فيها نفس كده حلو. هقلبهم مع بعض شويه، يتعصبوا على السريع. الناحيه الثانيه انا بدات بالشوربه ولكن بشكل غير مباشر. ما معنى هذا؟ ان انا البصل او شوربه البصل عامه هي روحها البصل، كميه البصل اللي فيها كتير جدا. المفروض ان البصل بيتعمل على طريقه على جزئين. الجزء الاول ان بناخد حبه يتكرملوا شويه، والجزء الثاني ممكن نسيبه عندي في السلق. انا عملت حاجه حلوه قوي، جبت عندي الزبده واسيبها تتكرمل شويه، اول ما تغمقها اقفل بكرفس وحاجه الشوربه كلها واحده واحده. هنشوف. طيب المفروض عندي على نار سخنه معلقه السمنه جوز الزيت. بص المنظر. اجي اعمل ايه دلوقتي بقى؟ اجي ادلع بحبه بصل حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف البصل الحلوه دي بقى على السمنه تنزل هنا، بقى الوضع يختلف اهو كده. شوف ربع كيلو لحمه مع الخضار بيفرق وبيفرش معايا لما بحط حاجات حلوه. والمفروم دايما او البصل المفروم مش بس بيكمل او بيزود الكميه، بيدي نفس كويس قوي للحشو. قرن فلفل اخضر رومي، مش شرط يكون حار، مش شرط يكون حار يعني عادي. وممكن برضو احط قرن فلفل تاني احمر يدي نفس كويس، ورومي برضو زي ما اتفقنا مش شرط برضو يكون حار. ودول مع بعضهم شكل الملامح عامله ازاي؟ تعصيج يعني، في ريحه حلوه. طيب وايه كمان يا شيف؟ عايز ابهر بقى بتبهير حلو وتستو عالي، وعايز اللي ياخد الطريقه دي يروح يعملها دلوقتي وانا بتكلم معاكم عادي جدا ويقول لي ايه الموضوع، يعني لو في اي تعديلات انا تحت امركم. بس طريقه سيمبل ما فيهاش اي صعوبه. هشيل بس المرقه دي على جنب كده، وهجيب الشوربه قدامي هنا كده واظبط اموري. طيب بص بقى اللي جاي. مكعب مرقه او نص مكعب مرقه، تاتش حبهان على الوش، حبه ملح اظبط بيها البهارات بتاعتي او التحديقه بتاعتي، تاتش جوزه الطيب. شوف، وارجع بقى الكلام ده كله واشم الريحه الحلوه دي. انا بحط مكعب المرقه على فكره في وسط الشغل احيانا كانه بهار، مش شرط يكون ان هو كمرقه مرقه يعني. في بعض الناس يقول لك انت هتحط ميه، اقول لك لا، انا حاطه كبهار محسن يتست معايا الامور. بقلب كده حاجتي كده، خلاص الامور بقت واضحه ما فيهاش اي تفاصيل. طيب وانا شغال كده عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب عندي حله سريعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ليه حبه الحليب اللي هشتغل بيه دلوقتي للبشاميل. ده كده خلصان؟ اه خلصان. ارفع على جنب، شوف المنظر، ادي التعصيق بتاعي خلص. بص بتكلم في ايه؟ حاجه تبقى جوسي معايا ازاي؟ بس مش ميه، افهم الجمله. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي موجوده عندي نازله منها فيها في جوس تاني انا ما احبوش، اللي هو بيبقى اللحمه نزلت على نار بارده، فبالتالي هتستوي ومش تقول لا، ولكن هتجيب ميه تحس ان انا بسلق لحم مفرومه، تستاهل مش عالي. في حاجه نسيت احطها ولازم احطها وممكن ما نحطهاش. ايه هي؟ فص الثوم. بيفرق؟ اه. انا يعني الثوم بالنسبه لي برده مهم جدا في الطبخ، تحس ان هو عمود من عمدان المطبخ، زي البصل وزي الفلفل الاسود. الثوم ده برده حاجه مش عاديه يعني. هجيب عندي الحله دي قدام عيني كده وارجع عين تاني، ونبص على البصلايه. بص البصلايه هنا يا فندم معايا عامله ازاي؟ يا استاذ طبعا معانا يا فندم. بدات الامور هنا تبان.
هاجي هنا هعمل بشاميل زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفة دي مقدمة لحضراتكم من جهينة أو حليب جهينة كامل الدسم. هاخد عندي علبة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اللي هو لتر، أربع كوبايات شاي. تمام؟ تمام. وعندي حاجة من حاجتين. لو أنا عايز أعمل البشاميل اللي هو بالسمنة والدقيق سهل، أو بالزبدة والدقيق برضو سهل. عايز أختصر الأمور وأجيب واحد كيس فوري سريع معايا برضو سهل. بس أصبر شوية لما الحليب يدفى وأحضر عندي مضرب عشان حاجتي تبقى ماشية مظبوط. أول ما يدفى شوية هيساعدني كتير في القوام بتاعه يتقل بسرعة. الشوربة عندي ريحة البصل عالية جدا، الحليب بدأ يدوب، عفوا حلو يدوب قوي، بدأ يسخن، ندوبه بقى كده. قال لك الحليب بدأ يدوب. صايم بقى يا جماعة معني ما. وعلى ده كنت ممكن اسكت، بس أنا بحب أقفش نفسي صراحة لما حد يقفشني. هدوب الحليب كده على طول، يعني على اتجاه واحد أفضل عشان ما يخرجش مني. الأخبار؟ إحنا تمام؟ أه زي الفل. نرفع؟ يلا بينا يا باشا. قاعد البشاميل خلصان. اهو بص يا فندم، لتر اللبن بتاع جهينة على العبوة السريعة او البشاميل السريع. بص المنظر، شكرا يا باشا، خدت بال حضرتك؟ اهو ده البشاميل اللي احنا عملناه. طيب وبعدين يا شيف، خد مني بقى وما ترجعش ورايا، حبة جبنة مبشورين، ده اللي انا عايز اعلي منه التست بقى وادلعه شوية. هجيب عندي معلقة طماطم بوريه او معلقة صلصة صغيرة. بص المعلقة دي يا فندم شايفها؟ بس ايه تاني؟ هجيب عندي لو بحب الريحان ومتوفر عندي، هاخد نص معلقه ريحان او معلقه ريحان اخضر. حلو، بص المنظر ده كله صوص بشاميل. ما احنا قلنا مش هنعمل حاجه عاديه، عيب برضو، احنا لازم ايه ندلع الدنيا كده. طيب وهاخد عندي، شوف بقى اللي جاي ده كمان، بص بعمل ايه، ده بهار حط نفسك فيه. طيب وبعدين يا شيف، هنجيب عندنا مضرب حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، ودوب الكلام ده. سن الجوز الطيب عفوا كمان تدي ريحه حلوه قوي في البشاميل، وقلب الكلام ده. شوف الصوص عامل ازاي، الجبنه تسيح، الطماطم تدي بينك، تدي لون صوص بينك صوص كده، الريحان حاجه خضره، في ريحه طالعه دلوقتي من البهار اللي حطيناه. شوف الصوص والجبنه عامله ازاي، لسه ما اشتغلناش. شوف اقوم اسكت؟ لا اسكت ليه، اقوم اديها حبه كريمه لباني كمان لو امكن، ما امكنش ما تشغلوش نفسكم، حبه كريمه لباني برده على السريع وشكرا. بق حلو كده يفرق معايا برده ويخليها معايا جوسي اكتر. شوف كنت بتكلم من شويه مع حضراتكم على مشكلتي انا شخصيا مع المكرونه البشاميل اللي بيتحط عليها بيض. هي مش وحشه، عشان بس حبايبنا اللي بيحبوها بالبيض ما يقولوش ان هي وحشه، لا هي جميله وزي الفل وتمام التمام، ولكن عندي مشكله في بعض انواع المكرونه اللي بتتعمل بالبيض بتبقى زفره شويه. انا صريح، وانا ليه اكل مكرونه فيها زفاره؟ دي في الاول وفي الاخر مكرونه. طب ايه الحل؟ والله عايزين نحط جوه المكرونه دي، جوه الـ 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 على الوش البشاميل جبنه، ماشي. ما بحبش الجبنه برضو، ماشي. في ناس تحب تحط صباط مقرمش عشان يدي قرمشه كده حلوه، برضو ماشي، اكيد ليها. لو ما حطيتش اصلا حاجه خالص البشاميل الواحد هيديني لون حلو. وبرضو بقول ليه بتوع البيض اللي في البشاميل، طب ما تحط البضايه في البشاميل واضربه في النار زي ما حطيت الجبنه دلوقتي مثلا، يعني او زودوها شوي، عارف اللي هو يعني ما تحطهاش على الوش بس وتحطها في الفرن، لان في اوقات بتكرف بس مش اكتر، ده المقصود من كلامي. لا طياركم فين، احنا ما عندناش تقليل كبير النهارده، هنعمل بشاميل ندخله الفرن طلعوا فاصل ونطلع عندنا تقليل طبعا. طيب عايز ادي ملحوظه بس، عشان صيت البشاميل دي مصر كلها بتعمل احسن مني انا عارف، بس كون ان احنا برضو يا استاذنا العزيز شيف يطلع على برنامج يعني مكرونه بشاميل لازم يكون عنده اضافه، ما ينفعش تبقى عاديه. دايما بقول كده للناس، ما دام بطلع على ناس لازم اعمل حاجه يعني. طيب الصوص عندي خلصان، بص اللحم المفروم عامله ازاي؟ ايه اللي انا عايزه دلوقتي؟ المشكله اللي بنواجهها المكرونه المسلوقه لما بنسيبها دلوقتي بتبرد. نيجي نروح جايبين الصوص وقافلين كله على بعضه وندخلي، المكرونه عفوا ناشفه. طب ايه الحل؟ ولا اي شيء. الحل ان انا اجيب عندي ميه سخنه وانزل بالمكرونه، اسخن المكرونه الاول كده في ميه او مرقه او اي حاجه عندك في البيت، ما عنديش مشاكل خالص. اهو شوف عمال اتلسع وانا بعمله ده، بس ماشي مش مشكله. حلو الكلام،
ليه بقى بعمل كده؟ اكنك المكرونه لسه مطلعها حالا حالا مسلوقه. بص سخونيه المكرونه بقت فريش ازاي؟ خدت بالك؟ وارجع تاني ما عنديش ميه سخنه زي كده، ميه حنفيه عادي جدا. دول اهم حاجه. لحظه بس اديني دقيقتين هاكله من رصيدنا. والشوربه شغاله واحنا شغالين والامور زي الفل والباكيته بتتبل كله خير، ما تقلقوش ابشر خليها على الله لا تقلق افندم. لا انا بتكلم فرنساوي. انا عايز اخلص دي الاول بس، ممكن لو امكن بس عشان بس ايه نبقى مخلصين كل حاجه حالا. دقيقتين كويس، ثلاث دقايق كويس، خمسه عشان خاطرك مش هزعلك. طيب البشاميل خلصان، المكرونه خلصانه، البايركس بتاع اللطيف خلصان. تعالى يا فندم. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا بوله فاضيه عفوا، وهنجيب المكرونه كده الاول لوحدها في حاجه كبيره، والبشاميل كده شوف 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 شوف، والمفروم برضو كده شوف 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 الكلام. واجيب عندي بقى التقلبتين الحلوين دول، شوف المنظر المكرونه عامله ازاي. في ايه يا جماعه؟ فاصل ايه وبتاع ايه يا باشا؟ شوف المنظر، شوف كيس المكرونه بس كده زي الفل. وبعدين ولا قبلين، تعال خد مني دي كمان في الارضيه كده حلوه، واروح عامل كده واروح جايب عندي كل المكرونه اللي انا عملتها كلها مره واحده كده، ولا تزعل نفسك اهو. حلو كلام، كلام جميل. وبعدين يا شيف ولا قبلين، رص وساوي امورك كده، هطلعك منها فاصل والله حاضر كده. حلو كلام. وشوف الدلع في الاخر بقى، وانزل ببقيه المفروم على الوش. اه طبعا دلع يا باشا اهو، نزل كل حاجه كده وساوي امورك على قد ما تقدر اللي موجود عندي. تمام حلو كلام لحد كده. وروح جايب عندي حبة كريمة بس ازود بيهم شوية البشاميل ده كده، وروح مقلب تاني التقليبة الأخيرة، ومزود جبن لو عايز. شوف حلو كلام. واجي اروح راشش بقية الصوص بتاعي على وش المكرونة. هطلع فاصل صغير جدا، بس الفاصل ده هنطلع بيه على أتينا على اليونان، هنشوف تقرير حلو جدا كده ليه علاقة بأنواع الزيتون. رحلة لطيفة كده إن شاء الله مع حضراتكم، ولكن بعد المكرونه بشاميل. اتفضلوا الناحيه الثانيه المكرونه بشاميل. تعال بص بص عليها كمان، هي جوه كده. بص تعالى كده شوف الملامح عامله ازاي، شايفها ولا افتح ولا اعمل ايه؟ شوف المنظر، سيبها كده، سيبها براحتها خالص ما نتصبعش عليها. تطلع فاصل من المكرونه بشاميل، يلا اطلعك فاصل المكرونه بشاميل. طيب يلا نطلع فاصل جدا، بعد الفاصل نواصل. اتفضلوا